فأنا هون إذا درجة الحرارة 21 طلعت فوق 21، راح أطلب منه يشغل لي 3 مراوح ويفتح لي الفتحة الأساسية 25%. في حال درجة الحرارة زادت كمان راح يشغل لي 5 مراوح ويفتح لي هاي الفتحة 50%، ويفتح لي الجانبيات مثلا 10%. في حال الحرارة زادت درجة راح يشغل 8 مراوح وراح يفتح هاي 75%، وهدول 25 25، وهدول بده يفتحهم 10 بـ10. في حال كان درجة الحرارة درجة ونص، افتح لي هاي 100%، 50 50 25 25، وهدول بده يفتح لي 10 من المراوح يشغلهم. في حال كان درجتين، وراح نشغل مثلا مروحتين جانبيات ومروحة سقفية. في حال كان 2.5 درجة راح نشغل كل المراوح، وهذا هو المستوى السادس مثلا بهذا الشكل، فتحات 100%، وهدول مثلا 100%. خلينا نشوف، لاحظوا معنا درجة الحرارة هلأ عم تنزل، صارت درجة طبيعية، طفو. في إعداد لازم نظبطه اللي هو فتحات التهوية، هلا حاليا الحرارة بتنزل، ما في عنا أي مروحة شغالة، الفتحات كلها مسكرة، بلشت الحرارة تطلع. هلا بس دخلت ضمن ال 19 بعتبرها الحرارة طبيعية، بس طلعت فوق ال 21 بعتبر دخلنا في المرحلة الأولى اللي هي راح يشغل 3 مراوح تحت، بده يفتح هي 25%، لاحظ هي صار لونها احمر واعطتنا الرقم 1، انه نحن حاليا شغالين في المرحلة واحدة، مرحلة رقم 1. هلا دخلنا في المرحلة رقم 2، دخلنا في المرحلة رقم 3، لاحظوا الفتحات عم تنفتح حسب النسب اللي حطيناها. هون بيعطينا المحرك عم بفتح او عم بسكر. صرنا المرحلة الخامسة، المرحلة السادسة، اشتغلوا كل المراوح، اشتغل مروحتين جانبيات، مروحتين سقفيات، الفتحات كلها انفتحت 100%، هون الفتحات 100% كلها. هلا الحرارة صارت فوق 25، عم بيعطينا هون الحرارة مرتفعة، العلف تحت 2000، العلف قليل. هون في عنا الأخطاء، سجل الأخطاء المسجل بيعطيني مثلا حمل زائد في محركات البيض، ايمت صار وايمت انتهى، اي خطأ انا عندي هون هذا السجل تم موجود، بينما هون انا عندي الاخطاء وقت بتروح بروح من السجل. لاحظوا شلون عم تسكر هلا، حسب الحرارة اللي انا عندي ضمن الكوماس بتغير عندي المراوح اللي عم تنفتح والفتحات التهوية اللي عم تتسكر وتنفتح. في عنا ضمن الكوماس مصعد لجمع البيض، الكوماس فيه 6 طوابق، فعنا هون بنعرف دائما بأين طابق موجود المصعد. كمان هذا يعني هي بيانات وهمية، لكن عمليا بشوف أنا في الحالة الطبيعية لما بوصل السيستم كاملا بيعطيني دائما المصعد وين موجود بهذا الشكل،
بين عندي هلا هو بالطابق السادس، سننزل على الخامس، نزل على الرابع وهكذا. هلا لما شغلت رفعت الرطوبة، لاحظوا انه عندنا مضخات ترطيب اشتغلت. نحن حاليا الرطوبة عندنا 54، خلينا ننزل القيمة شوي، 50، 52.5. لاحظوا هلا الرطوبة نزلت عن الحد فاشتغلت مضخة واحدة. هلا بدي أعدل هون حتى نلاحظ. هلا رطوبة 50، نحن 52.5 عندنا الرطوبة اللي حطيناها. هلا بس نزلت ل 47.5، اشتغلوا مضختين. شوفوا لاحظوا هون انه تسكرت 10% فبطلت تشتغل الترطيب تبعها، بينما هون شغالة. لما بسكروا الشبابيك بوقف الترطيب معهم. خلينا نحط أقل قيمة مثلا 3 درجات حتى نشوف موضوع المضختين شلون عم بيشتغلوا. هلا اشتغلت مضخة وحدة، هي 10% ما اشتغلت. شايف اشتغلوا مضختين. هلا لما بتصل لأقل ب3 درجات من الحد اللي بدنا اياه بصير تشتغل مضخة وحدة بس، انه نحن ما بقينا بحاجة لترطيب كتير. لاحظتوا 49.5 فصلت المضختين التانيات، اشتغلوا بس المضخات الأولى. في عنا أمر أخير ما حكينا عنه هو مؤقتات المراوح. نحن عنا المراوح عم بيشتغلوا بناء على النظام الموجود هون، نظام التبريد. نحن في حال مثلا بدنا نشغل مراوح ضمن توقيت معين، يعني مثلا أنا بدي المروحة أشغلها من الساعة 3 العصر للساعة 5 العصر مثلا، تلت دقيقة وتطفي تلت دقيقة، يعني 20 ثانية، عفوا 0.2 بتعطي أقل. هلا هاي المروحة السقفية الرابعة اللي هي هاي، هلا بس نعدل الوقت تبع المروحة مشان تشتغل، لأنه نحن هلا صرنا ضمن الساعة 8. فبندخل على المراوح بنغير هاي، نحطها 20. لاحظوا ان المروحة هلا راح تشتغل، وبمجرد ما تاخذ امر المروحة من التايمر بطلع هذا الرمز فوق حتى نعرف انه حاليا نحن عم تشتغل المروحة بناء على التايمر. هلا التايمر طفى لكن المروحة عم تاخذ امرها من الحرارات، فلذلك تمت شغالة. لما بطفي الحرارات بطفي التايمر تطفي المروحة. هلا رجعت اخذت امر من التايمر. هلا بلشت الحرارة تنزل. هلا المروحة طفت بناء على الحرارة، هلا راح تشتغل بناء على التايمر. لاحظوا هلا التايمر أعطاها أمر بالتشغيل، وهلا بس خلص التايمر تطفي. فنحن مستخدم هذا الأمر طفت. بنلاحظ شغلة انه الفولابات كل مروحة بتشتغل بفتحهم 5%، اذا اشتغلوا مروحتين بفتحهم 10%. هي انا بحددها بالاعدادات. لاحظوا فتح 5% من الطرفين.
طفى التايمر سكروا. شكرا كثير لاستماعكم، ونشوفكم بفيديو جديد إن شاء الله. السلام عليكم.